إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من سيدي الحال الشاطئ، أمام جماعة سيدي الحال الشاطئ معنا أحد المواطنين اللي يتكلم على حيف، على الظلم اللي وصلوا من المجلس ديال الجماعه على حسب الاقوال ديالو، على حسب ما غتسمعوا يقول على انه هذا المواطن تعود انه كل سنه كيكري واحد الارض ديال الاوقاف ديال او ما يسمى الاحباس، كيدير فوق منها يعني سيرك، كيدير فوق منها مشاريع نضاله كما كنقولوا. فهذه السنه هذه كيتفاجأ بعد ما نفس العمليه دار الترخيص ديالو، دار المسائل القانونيه ديالو، كيتفاجأ بالرفض، كيتساءل علاش هذا الرفض هذا، يعني مبررات على حسب الاقوال ديال المبررات وهي لا اساس لها من الصحه. نتمنى انكم تستمعوا معنا، تبقوا معنا مع هذا المواطن هذا باش نعرفوا تفاصيل اكثر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شريف شنو واقع لك السي؟ خويا كنشكر هاد الصحافه وكنشكر الصحافه الشبان هاد الناس. خويا انا كندير المعارض في تحط سيدي رحال، حطيت سيدي في مراكش، حطيت جديده، حط في الدروه، اي بلاصه كنحط فيها كأدى الناس في تحط سيدي رحال. ديما كتكري ارض ديال الاحباس. كريت ارض عام ديال الاحباس. ديال الاحباس. ولكن ديما هي ارض الاحباس كتحطوا فيها المعارض. سي بحال هاد المعارض اللي كاين هنا وبحال السلك اللي كاين. المهم انت متعود انك ارض ديال الاحباس كدير فيها المعارض. ما عندي مشكل. انا اتجهت لهاد البلديه هنايا. كيما ودي المعارض قال لك غتجيب الاوراق، سير صوب الاوراق ديالك وانا منك للعماله. مشيت اسيدي درت الطلب ديالي، تبعتوا لهم شي طلبات، خذوهم كاشوهم دفعوهم للعماله. مشيت للعماله عند السيد لتحت، دويت معاه قال لي الدوسي الفوق خاص تهبطو. طلعت العماله هبط الدوسي، شاد الدوسي للبلديه. قلت انا جا نهار الجمعه كنقول انا هادشي مزيان، انا هادشي ملي جا الدوسي غادي نخدم بحالي بحال الناس، بحالي بحال المول المعريض، بحال بحال بحال. كنتفاجئ الدوسي كيقول كيكون واحد من الاعضاء، واحد خطريسيان وواحد خينه كيدير الدجاج اعضاء، كيقولوا لي يا سيدي بانني هذاك الارض غير صالحه المعريض، ارض الاحباس، ارض الاحباس. لا خليك عارف بلمس. كيقول لي ارض الاحباس. او كيفاش؟ واش انا كريت ارض وحطيت، كون قالوا لي هاد الناس سير بحالك نمشي في الاول. لا واش هما جيتي ملي دفعتي الطلب ديالك، واش هما قالوا لك سير كري ارض وجي، ولا انت مشيتي كريت ارض؟ قالوا لي كري ارض، انا ما جاوش يقول لي جي هما. لا كريت الارض. قالوا لك سير كري الارض. انا ما كريت الارض. مشيتي كريتي كري الارض. جيتي باش تدفع الطلب ديالك على اساس ان الارض هي كاينه. كاينه. الارض كاينه. كاينه. قال لك شويه كيقول لك الاحباس، ملي مشيت الاحباس، الاحباس كتقول يا سيدي انا ما تبنيش وما تزرعش الشجر وما دير السياج. يعني الماده 40 هاي. لا اخليك اخليك ما كناخذوش منهم. يعني الماده 40 كتقول لك بانه غير ما تزرعش الشجر ما ديرش وما تبنيش وما تبنيش. الا بغيتي تستغل ما كاين مشكل. هاد الناس بحالي بحال هذا مول المعرض. واش الاجراءات اللي درتي ذاك العام، غادي نتكلموا هنا على ذاك العام، بحال بحال الاجراءات اللي درتي، واش من خلالها مشيتي للعماله ولا فقط المجلس؟ لا لا بحال مشيت للعماله وخرجت لي الجنه وخديت طرف العماله بحالك كما درت هذا العام. اذا العرقله فين كانت عندك؟ العرقله كاينه عندي هنا في المجلس ديال الجماعه. في المجلس ديال الجماعه. وصلت؟ ملي مشيت اسيدي الدوسي قالوا لي بحكاك، كنتفاجئ كيقولوا لك رجال الدرك انك ما كاينش امن، وهذاك علاش ما عندوش الامن؟ علاش ما يديروش له بحكم؟ كيفاش عطاوك التعليل؟ قالوا لك راه هذاك مول الامن، راه ما كاينش الامن. وانا زعما بان ذاك وانا يمكن ما فيهش الامن، انا يمكن لي ندير امن خاص عندي. انا معاك. وحاجه اخرى، مول الضو كان وقع لي مشكل في هذاك المعارض معاهم، وتا غنوصل معاهم للعداله وعطوني الضو. هذوك هما في هذا المعارض اللي كيتحار. الاولى الثانيه، ملي مشيت اسيدي للعماله كنسال، كنلقى واحد السيد الله يجازيه بخير مدير الديوان استقبلني 4 ايام وانا كنمشي عنده، انك استقبال انك بحال جاي عنده شي واحد من العائله ديالو. يقول لك اودي السيد العامل راه ما كاينش. ملي خدات ربع في 4 ايام عاود مشيت نتقيت واحد الباب اخر، دارينا سلاسل حطنا واحد وكو واحد ساعتين وحنا باركين، وحنا باركين عنده.
ما كانش نفس المعامله ديال ديال الاخر. مشينا بحالنا الغد جبت واحد السيد صاحبي دخلت انا وياه عنده دخلنا ريحنا جوج كلمات قلت الوراق ديال الجامعه بعدين مشى اش ردت لك الجامعه خرج برا وهذه خرج برا كانت عين الله وقبل الاراضي الكبير كانت عين الله وقبل دابا هذيك الارض اللي كنتي دير فيها المعرض ذاك العام واش هي نفسها اللي عاود كريتيها لا كريت وحده وخريت وحده احباس وعلاش ما خديتيش ديك الاولى لا ما خديتش الاخرى انا كريت مع ثلاث سيد اخر بحال احباس بحال هذيك بحال هذيك وهذيك الارض اللي ديال الاحباس اللي كاينه دابا واش دار فوق من المعرض مديور فايد مدير فوق منها شي خمس سنين لا دابا حاليا واش كاين المعرض اول معرض نحطو فيه انا ماشي انت دابا هذيك الارض اللي كنتي انت مثلا ذاك العام كاريها ديال لا اللي غنحط فيها الارض ها الاخرى ديال الاحباس الارض كلها ديال الاحباس اللي فوق منها كل احباس اشتري دابا باقي ما فهمتيش السؤال ديالي قلت لك الارض اللي كنتي باني فوق منها ذاك العام واش حاليا هذا العام لا ما بناها شي واحد لا ما بنيهم مشيت الارض اخرى ديال الاحباس اذا الاخرى باقا خاوي علاش ما مشيتيش كريتي انت لا الارض صغيره اذا انت حاولتي انك بحال توسع الارض شويه على حسب مثلا اللي ضالوا باش يكونوا كثار وهذا واحد الحاجه اخرى على ان هذا السيد كراها من الاول كرا سيدي كرا تما دار 150 دارو كراها بجوج المليون شد فيها كراها بجوج المليون للدار شد فيها 300 مليون غريب على القاوي هذا العام داير غيدير 150 دارو اللي غيدير 150 دارو 450 مليون وعاد زيد قاوي ومول الشفنج وهذا غيوصل 470 مليون انا كندوي على راسي وما هذا الشيء انا ملي غنتاج من الاثنين ان شاء الله نمشي عند السيد العامل شنو الطلب ديالك دابا الطلب ديالي هو هاد الناس يفكوا معايا المشكل دابا انت شتي السيد العامل باقي السيد العامل خارج كونجي اذا باقي ما غادي نشوفه ان شاء الله باقي ماشي السيد العامل باقي السيد العامل وملي غنشوف السيد العامل هذيك الساعه تكون هضره اخرى كاين ما يتقال كاين هضره اخرى كاين هضره بالدلائل ديالها اذا دابا انت شنو دابا انا الطلب ديالي هو نخدم هذا هو الطلب ديالي ولا ما نخدم انا غنمشي عند السيد العامل يفك معايا المشكل ونشوف هاد الناس فوق الاحباس هادو انا راه ماشي شي انا راه خصت فلوس اشتري انا راه خصت اموال باهظه كريت مع مول السيلك كريت مول عند مول الارض عطيت مول الارض اللي في جنبي العربون باش ندير عنده باركين انا ماشي قلت لهاد الناس انا جيت فابور واش هاد الجامعه كنقول انا راه قديم الجامعه راه ما عندي مع مشكل هاد البلد ديال ما كاينش لي واحد اللي عندي مشكل ولكن ما فهمتش هاد الناس ديرو معايا بحق ولكن راه نفس المجلس اللي كان ذاك العام هو نفس المجلس ما كاينش شي حاجه اللي بدل بحال الرئيس اللي كان ذاك العام كاين هذه اللي قلت لك يعني نفس الناس اللي كان الرئيس ديال البلديه اللي كان ذاك العام هو اللي كان يعني شنو هو اللي تغير؟ ما تغيرت حاجه التصوره ما مغير علاش عكسولك مثلا؟ هذا الشيء اللي قالوا لي انا الارض الاحباس هذاك فوق الارض ديال الاحباس هذاك السيل كل معرض فوق الارض ديال الاحباس كلشي ها واحد الشريف تو هذا الشريف هذا تو الشريف تو عنده الحق مفلح سمعتي هذا هو المشكل هو هذا الشريف انا ما جيتش قلت هاد الناس انا كون قالوا لي الناس هاد البلدي تقول سير بحالك عندي ما يدار عندي ما يتخدم عندي ما يتعمل انا ماشي يدي مكفوفه ولا قلت لهاد الناس عطوني ولا انا عطاك هذاك ما كاينش قلت لهم انا نعطيكم 25 دالو جوج المليون دالو 50 مليون خذوها شروا بها طوموبيل اعطوها للبلديه اعطوها للدراوش ما شغليش انا ونخدم انا لولد البلاد انا عندي شركه عندي جمعيه ديالي وعندي شركه سيد الرحاليه كدير فلاحه كدير البقر كدير مزيان دابا حنا نبقاو في الاطار ديال هاد الطلب ديالك انت قلتي هو انه هاد الناس هادو هذا هو الشيء هاد الناس هادو يعني بحال متواطئين ضدك انت ضدينا هذاك مول المعرض كيقول لك اسيدي ما يمكنش ندوي هاد الهضره ما غندويش حتى ما تفكش معايا المشكل دابا ما تقول حتى شي حاجه تتبان الامور كنشوف الامور كيفاش غاده واش الامور واضحه ولا ما واضحه واخا دابا المهم حتى الرساله ديالك راه وصلت للمسؤولين اكيد السيد العامل اللي غادي يجي راه غادي يشوف كانت شي حاجه كما كنقول هي قانونيه في اطار قانوني راه اهلا وسهلا ما كانت انا غادي غادي ما كانت راه حتى واحد ما غادي غادي انت دابا انت تحط الى ديال القانون انا غادي للقانون نقرا هذا الرجال لحظة. إذن ما بقى لنا إلا ندعوكم على أمل قائدكم صراحة السيد هذا مسكين ديما تيدير هاد الأنشطة هادو تفرح العائلة ديالنا تيجيبوا وليداتنا هنا وتشوفوا هاد السيد مسكين عاوتاني تسلم وماشي أستاذ كنديروا له شوف درتو شوف حطيت في مولاي عبد الله في الموسم حطيت في جديدة حطيت في مراكش حاط في الدروة حاط في الرحمة حاط في سيدي الحال ماشي انا الناس هادو جيت فابور كنقول معاهم نتمنى انه رسالتكم وصلت ان شاء الله اذا ما بقينا الا ندعوكم على امل لقائكم في مباشر اخر رقم شفت فيه حيكم من هنا من سيدي الحال الشاطئ الى اللقاء